وللمزيد مشاهدينا الكرام ينضم الينا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد مرحب بك في هذه التغطيه على شاشه اكسترا نيوز. يا اهلا وسهلا بحضرتك فندم. اهلا بك. يعني بعد التحيه دكتور، كيف ترى رؤيه الاقتصاد العالمي 2024 مع هذه التطورات التي تحيط بها المنطقه والعالم ككل، وايضا مع ظهور تقارير بتفيد ب يعني الكساد وانخفاض في الاقتصاد؟ تفضلي دكتور. طبعا احنا بنشوف اراء كلها متشدده بالنسبه للتوقعات 24، طبعا وده ناتج لاستمرار الازمه الروسيه الاوكرانيه من جانب، واحتدام الصراع في ما بين الكيان الصهيوني وغزه وما تبعته من اثار يعني في المنطقه الشرق الاوسط باب المندب وحركه التجاره العالمي، وده كله بيؤشر ان بامتداد الازمه على عام 24. طبعا الازمه يمكن اللي احنا شفنا في خلال نهايه 24 ومع بدايه 24 ان بقى في شكل شبه انفراجه من قبل السياسات التشدديه اللي اتخذتها البنوك الفدراليه سواء الفدرالي الامريكي او الفدرالي الاوروبي، واللي كانت اتبعت سياسه في اخرها طبعا هي تثبيت سعر الفايده. شاهدنا تثبيت سعر الفايده من قبل الفدرالي الامريكي في خلال الشهر الماضي، الايام القليله الماضيه الفدرالي الاوروبي اصدر تقريره بتثبيت برضه سعر الفايده. يمكن التكهنات ان يبقى في المستقبل في تخفيض لسعر الفايده باعتبار ان سعر الفايده هو العدو الاساسي للاستثمار، والعالم كله النهارده بيسعى الى خلق فرص استثماريه تكون هي محرك لعجله الانتاج مره اخرى يعني بخلاف الازمات الموجوده. لكن كل هذه الامور طبعا مع زياده الصراع في البحر الاحمر واللي تبعته من تغير الكثير من خطوط الملاحه العالميه من خط سيرها من البحر الاحمر وقناه السويس الى راس الرجاء الصالح، واللي يعد تكلفه سواء في تكلفه النقل النفطي. دكتور محمد يبدو أن الصوت به مشكلة، هل تسمعني؟ أيوه تسمعني يا فندم؟ تفضل يا دكتور أكمل. أيوه بقول لحضرتك يعني دلوقتي النقلات اللي كانت بتعبر من البحر الأحمر وانتقلت رأس الرجاء الصالح تأثرت طبعا بتكلفة زائدة زادت ما يقرب المليون دولار، ومدة إضافية تخطت الأسبوعين لما يقارب الشهر في مدة النقل، فده كله بيؤثر بشكل مباشر على رفع أسعار النقل، وبالتالي سيزيد من معدل التضخم، وهو دوت اللي كان على خلاف ما كنا كان بنتكلم عليه ان البنوك الفدراليه بتحاول اتباع سياسه تكون اقل تشدديه للتخفيف من اثار معدلات التضخم. لكن الازمات مع احتدامها وكل يوم في مستجدات جديده ما بقاش في حاله يعني بنقول حاله اليقين وعدم اليقين والضبابيه هي مستثيره على الوضع الاقتصادي العالمي الى يومنا الحالي. إذا تحدثنا عن اليوان الصيني والدولار الأمريكي وهذا التفوق والتناقض، كيف تقرأ المشهد يا دكتور؟ طبعا النهارده في مشاكل كبيره طبعا يعني الاقتصاد الصيني وبما يشمله من التوغل في كافه دول العالم، لكن طبعا الازمات العالميه اثرت عليه. من جهه اليوان الصيني باعتباره هو العملة الثاني اكبر اقتصاد عالمي عملة الصين، وما تشمله من توغلات زي ما قلنا اقتصادية في حركة التجارة العالمية، لكنها تأثرت بفعل الأزمات. النهارده يمكن الصين استفادت من الأزمة من خلال تعاملها مع الجانب الروسي مباشرة، جانب ان هو يكون اللا نفاذية للنفط الروسي طبعا بجانب الهند، لكن ما زالت الازمه طبعا بتؤثر على يعني على الاقتصاد العالمي بالكامل، لان طبعا حركه الانتاج تضررت بسبب الازمات بسبب ارتفاع اسعار النقل. الازمه في الشرق الاوسط اثرت على العالم كله شرقا وغربا، حركه التجاره العالميه طبعا تاثرت بما يحدث في البحر الاحمر، فده كله بيؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على دول العالم اجمع، وطبعا من ضمنها الجانب الصيني. دكتور محمد، كيف ترى الحلول او تستقرأ الحلول التي من الممكن ان تخرج العالم من ازمه تثبيت سعر العمله؟ طبعا الحلول طبعا الاساسيه النهارده هي الانتاج، عوده الانتاج مره اخرى، وطبعا احنا النهارده زي ما قلنا هو الاستثمار في هو العدو الاساسي ليه سعر الفايده. فاحنا شفنا في زي ما قلنا الفدرالي الامريكي انتهج نهج في خلال يعني نهايه 23 ان هو تثبيت سعر الفايده، اللي تبعه الفدرالي الاوروبي اللي في خلال الاسبوع الماضي ان برضه واتبع سياسه تثبيت سعر الفايده.
زي ما قلنا هي التخفيض اعتقد انه هيكون شيء مبشر جدا لعوده يعني رؤوس الاموال، ويمكن لا سيما طبعا الساخنه اللي طبعا بتغذي الاقتصاديات الناشئه والناميه هتخلق حاله من الرواج النسبي. لكن طبعا احنا مع الازمات اللي احنا بنشوفها النهارده بقى الموضوع فيه تكهنات صعب التكهن بيه، لان كل يوم النهارده بقى فيه مستجدات جديده، كل يوم بنلاقي فيه اطراف جديده بتدخل في صراع في الشرق الاوسط. هل هيمتد الصراع ما بين الدولتين ما بين طرفي الصراع فقط الكيان الصهيوني وغزه، والطرف الجديد اللي شفناه النهارده بقى في لبنان وبعد كده دخلت النهارده اليمن والحوثيين في الجنوب، صحيح. فكل هذه الامور بتقول ان الامور بتزداد يوم بعد يوم، فهي دي كلها معطيات بتخلي دايما بيلجا المستثمر الى يعني التوقف ضخ استثماراته لعدم اليقين في القادم. لكن احنا بصفه عامه بنقول النهارده بقى في شبه تحجيم لمعدل التضخم العالمي، الامور ابتدت بشكلها المستقر، مش هنقول النزولي لكن استقرت، وشفنا رد فعل من البنوك الفدراليه ان هي ابتدت تثبت سعر الفايده. نتعشم في القادم ان شاء الله ان نشهد ان يعني تحجيم اكثر لمعدل التضخم، ونشوف كسر او المعدل سعر الفايده الثابت، ان هي نشهد انخفاضات. اعتقد ده هيخلق حاله من الرواج، واللي يعني ممكن يبقى هو البادئ مره اخرى لعوده اقتصاد جديد خلال 24. ونتعشم طبعا بزوال الازمه في غزه ووقفها، وقف العدوان الصهيوني على اهلنا في غزه، اعتقد انه هيكون محرك كبير للاقتصاد العالمي اللي تضرر النهارده. كل العالم تضرر من الازمه، وبالاخص النهارده الازمه في الشرق الاوسط في غزه، اغلب العالم تضرر النهارده باعتبار يعني الاتحاد الاوروبي نفسه يتضرر باعتبار ان كانت مصر كانت مصدر اساسي للغاز الطبيعي المسال والمشتقات النفطيه ليه تضرر. النهارده الكثير من الاحتياجات اللي كانت بيتم توجيهها للتصدير بقت النهارده يعني تضررت نتيجه الازمه اللي موجوده على مستوى الشرق الاوسط. كل هذه الامور بتقول ان العالم مترابط مع بعضه البعض، فزوال المشكله اعتقد هيكون هو المحرك، بجانب طبعا تحجيم معدل التضخم هيكون ده كله محرك لانتاج عجله انتاج جديده تغير من شكل الوضع الاقتصادي اللي ما زال قائم الى الان. دكتور محمد، هل بترى اي تغيرات سوف تحدث في المستقبل في الاقتصاد الامريكي تحديدا بعد لو نتوقع فوز الرئيس السابق دونالد ترامب؟ طبعا هي الامور النهارده الاداره الامريكيه بتختلف، يعني النهارده شفنا من دونالد ترامب الى بايدن، الامور طبعا السياسيه بتختلف، لكن هي في النهج واحد، يعني برضه يعني مش هننتظر كثيرا للعالم من حتى لو اختلفت القياده، لان طبعا هي اللي بنشوف. يعني اتحدث عن الاقتصاد هنا يا دكتور محمد، يعني البعض يصنف دونالد ترامب على انه رجل اعمال يميل الى القرارات الاقتصاديه، يعني يحكم بفكره الاقتصادي. هو ليه نقول برضه ان الفدرالي الامريكي يمكن هو المتسبب في الفتره الماضيه في برفع معدل التضخم العالمي، هو سياسته مستقله، لكن النهارده زي ما حضرتك تفضلتي طبعا هي السياسه الراسماليه هتكون اكثر انفتاحا عن السياسه التشدديه اللي بيتم اتخاذها دلوقتي، لكن برضه دائما البنوك الفدراليه بيبقى ليها سياسه مستقله عن القرارات السياسيه، فاللي كان المسيطر فيها طبعا هو رفع ارتفاع معدل التضخم العالمي، وكان استخدامه يعني انا نقول برضه ان استخدام الفدرالي الامريكي للسياسه التشدديه ما كانش في محله، لان طبعا هي المعادله نفسها كانت ينقصها ان مش غائب، يعني مش كانتش فكره السيوله هي العلاج، وعشان كده احنا شفناه المعدل الفائده اللي تم رفعه غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الامريكي، لكن لم يؤثر بشكل او باخر على معدل التضخم. لكن النهارده التحجيم في معدل التضخم هو نادي للسبب الاساسي اللي كان هو السبب في بدايه العمليه لتاجيج معدل التضخم، وهو ارتفاع مدخلات الانتاج نتيجه الازمات المتتاليه، سواء ازمه جائحه كورونا او ازمه روسيا الاوكرانيه او ما تلاتها من ازمات في الشرق الاوسط، فكل دوت ناشئ عن ارتفاع مدخلات الانتاج وليس عن ناتج السيوله. صحيح، ازمات كثيره تحيط بالمنطقه تؤثر بالتاكيد على الاقتصاد. دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه المعلومات.